السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم غادي نوريكم السرجي ديال الجلابة. سهلة السرجي الجلابة، سهلة، ماشي شي حاجة صعيبة. المهم نوريكم الطريقة كيفاش. هذا القب، هذا اللي كنسرجي دابا القب. ان شاء الله ندير لكم فيديو كيفاش كتخيط الجلابة ان شاء الله من الاول حتى التالي ان شاء الله يا رب العالمين. نتمنى الفيديو يعجبكم ان شاء الله وتكونوا في صحة جيدة، الله يرفع علينا هذا المرض، هذا كورونا. هذا القب، سالينا دابا نسرجي لكم. لكم كنسرجي، سرجي ساهل بزاف. هذاكم الاول، دابا عاود تاني غنسرجي لكم التاني. طريقة بسيطة بزاف، السرجي عادي زعما، ماشي شي حاجة. خياطة هي اللي الجلابة ملي تكون متخيطة هي اللي شوية صعيبة، أما السرجي ساهل شوية، ماشي شي حاجة كبيرة بزاف. هذاكم الثاني سرجيتو، دابا غنجي للضوفة. هنا تنقولو الربع، الضوفة القدامية، الخياطة كلهم تيقولو الربع، الربع الأول. ملي كتكون كتسرجي الربع الجهة ديال التركيز، حاول ما تجبسش الثوب باش ما يجيش التركيز مطلوق، يبقى داير كما داير في الفصالة، يبقى داير. هادو الكتاف عاديين حتى هما. الضوفة ديال ديك الضربة ديال القوب ما كنسرجيهاش، لان ملي كنكون خيطها غادي نتنيها. ملي كنكون كنخيطها
هذيك كتستنى داك الضربة ديال القبة، غير المهم الضربة ديال التركيز ما خصكش تجبد فيها سورجي، خصك انت غادي وانت كتشرب باش يجي التركيز ضاير. الى جا التركيز مطلوق كتجي جلابة مخنشة شوية، ما كتجيش عاطيه الديكور. اما الجناب وداكشي كتسورجي عادي، ولكن في التركيز خصك ضروري الضوء تساعد بيدك بزاف باش يجيك التركيز داير. هذه الضوفة ديال الدار، تسرجي عادي حتى هي، غير في التركيز ضروري خصك تدور يجيك التركيز داير، ما يجيش مجبد. الا جبدتي في السرجي التركيز غيجيك غير مطلوق عادي، ما يجيش التركيز داير ديال الجلابة ولا ديال القفطان ولا ديال اللبسة. كتساعد شوية بيدك و كتخدم عادي. ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو ودعموا هذا القناة باش ديما يوصلكم الجديد. اللي ما درش ابوني دير ابوني. انا الحمد لله كنقدم غير الحاجة اللي كيستافدوا منها الناس، ماشي شي حاجة. نقدموا غير الحاجة اللي مهمة مهمة الانسان يتعلم هكا في صالة ولا الخياطة، حاجة مهمة شي حاجة. حاجة مهمة مزيانة الإنسان يستفاد يتعلم، يشوف مثلا الصناع التقليديين كيفاش كيخدمو. ونتمنى الفيديو يعجبكم، الله يرفع علينا هذا المرض ديال كورونا. هاي دابا الجلابة سرجيناها سليناها، وشجعوا هاد القناة ان شاء الله غادي نقدم لكم كيفاش كتخيط الجلابة من الاول حتى التالي ان شاء الله. في هاد الايامات هادي غنخيط هاد الجلابة هادي ونوريكم الطريقة كيفاش كتخدم الجلابة وكيفاش كيتركب القوب. المهم الانسان خصو يستافد شوية. يالله السلام عليكم، الله يعاون الجميع.